السلام عليكم شباب. هسه اكو بار ثاني من الملزمة اللي انطيتكم اياه، هو بصراحة هي نفس البارت الاول بس ضعيف له. يعني انت تقدرون تستغنون عن البارت الاول، البارت الثاني هو كله حاوي على البارت الاول وتكملة له، او لا تستغنون عن البارت الاول بيه بعض كم مثال بيه، بس تركزوا على الامثلة اللي انطيكم اياها اللي دا احللكم اياها، ركزوا عليها. بس اكو بداية البارت الثاني، هذني امثلة عليهم متطرقين لهم، بس اريد انتقلكم الى مواضيع جديدة. هسه هذا تطرقنا لهذا الشير فوم لله، تطرقنا له هذا، تطرقنا له زين هذا تركون مثال 9، مثال 10، تعالوا علي هذا مثال 11. مثال 11 عندي draw shear stress distribution along the critical section for the beam. ارسم مخطط توزيع جهاد القاس حول السكشن الحرج للبيم أدناه. نعطيك هذا البيم شيل مانه معرض إلى حمل مركز قيمته 100 كيلو نيوتن بالنص تقريبا، صاير لأن يبعد 3 عن السبورت وطول البيم 6. نرسم الشير دايجرام مالته زين، حتى اطلع الشير استخدمه بالقانون. انتم انتبهوا عليه، احتمال يجيكم هي السؤال، نعطيكم بيم وعليه لود، ما نعطيكم قيمه الشير. انت تطلع الشير من الشير دايجرام، تاخذ اعلى. هسه هنا كود انسيمتريك، الفي هنا يساوي الفي هنا، اذا انسيمتريك تاخذ اعلى قيمه للشير تستخدمها بالحل مالتك. تجي تسوي سكاشن، سكشن واحد واحد يصير فوق، سكشن اثنين اثنين منطقه الربط هنا بين الويب الفلنج والويب، هاي يسموه فلنج وهاي ويب وهذا فلنج مقطع شير مالنا، واخذ سكشن هنا واخذ سكشن للنترال اكسس. النص الثاني ما اخذ بيه لان المقطع سيمتريك، اخذ بنص واحد. اجي احسب للنيوترال اكسس، النيوترال اكسس طبعا هنا أنا ماخذه ككل التبكيف، تريد تقسمه مساحات 3 مساحات او تريد تاخذه كله، كل هذا تاخذه كله ريكتانجولر وتطرح الفراغات، هو ماخذه كله وطارح الفراغات. يعني ماخذ 100، هذا 100 في اتش كيوب، الاتش كيوب ايش قد؟ 200 زائد 10 زائد 10 يعني 220 كيوب على 12 ناقصا واحد من ذني ايش قد؟ هذا 100 شلون طلع 100 ناقص 10 ايش قد؟ 100 ناقص 10 90، 90 على 2 45. بما انه هنا انا اذا اريد اطرح فراغين والفراغين نفس العرض ما يحتاج اقسمها على 2، راسا اقول 100 على 2 100 ناقص 10 90، ابقيها 90 نفسها. في الارتفاع مالتها مال الفراغ ايش قد ارتفاع الفراغ من هنا؟ 200، يعني 90 في 200 كيوب على 12. تريد تسوي كل فراغ واحد تطرح، يعني هذا كل الشكل تاخذه وتطرح منه هذا الفراغ زائد هذا الفراغ، تمام؟ انت بكيفك بعد، تريد تقسمه مساحات اريا 1 اريا 2 اريا 3 وتطلع الاي، انت بكيفك، بس هي هاي اسهل طريقه مختصره. تسوي جدول، من الجدول تاخذ كل سكشن الاريا مالته، سكشن واحد واحد اكو اريا فوقه؟ لا صفر. الواي، الواي من السنتر اللي هو سنتر، الواي برايم منين؟ من فوق من بدايته اللي جوا 110. بما انه ماكو اريا فوقه فراح ناخذ الواي مالت برايم من فوق من بدايته للنيوترال اكسس 110. الكيو 0 لان الكيو تساوي الاريا في الواي برايم. البي ايش قد البي؟ العرض المعرض للقطع 100 100. التاو ايش يساوي؟ التاو يساوي في كيو اوفر اي تي، في صفر في الكيو، الفي العفو الفي، الفي ايش قد طلعناه؟ الفي هنا تاخذه 50 كيلو نيوتن، 50 كيلو نيوتن 2 سنتيمتر تاخذ واحد من الفي، 50 كيلو نيوتن في 10 ايش قد؟ 50 كيلو نيوتن في 10 اس 3 يعني في 1000 حتى تحوله نيوتن، يعني 50000 في 0، 0 على 0 يعني التاو 0. هسه نجي هنا هذا سكشن 2 2 زين، الاريا الفوقه ايش قد؟ كل سكشن الاريا الفوقه 10 في 100، 10 في 100. الواي برايم من سنتر الاريا ايش قد؟ 10 على 2 5،
110 ناقص 5 105، تضرب الايريا في الواي برايم طلعت الكيو. العرض المعرض للقطع هذا، العرض المعرض للقطع هنا عندك المنطقة يشتغل بيها عرضين، يشتغل عندك هذا الفوق والجو. اذا تسوي حالتين، تسوي مرة العرض 100 ومرة العرض ايش قد 10، فهو مسوي هنا مرة 100 ومرة 10 وحاسب التاو هنا والتاو هنا على مود رسم الدايجرام. زين، هات 3 3، الاريا الفوق ايش قد 100 في 10، هات 3 3 100 في 10، تريد تجمعهن سوا وتطلع السنترويد مالتهن، تريد تاخذ مال كل واحدة 100 في 10 في بعد سنتر عن نيوترال اكسس 110 ناقص 5 105. بعد الجواهر هاي منا لهنا ايش قد 10 في هذا الارتفاع ايش قد هذا الارتفاع، الارتفاع جايب نص المية وعشرة، يعني ايش قد جايب نص المية وعشرة، مو بنص المية وعشرة عفوا، نص المية، لان 110 ناقص 10، 110 ناقص 10 طلع لي هذا الارتفاع كله ايش قد 100 على 52، يعني 10 في 50، 10 في 50 في بعد سنتر، هاي المساحة عن نيوترال اكسس 50 على 2 25، يعني 100 هذا كله منا لهنا، منا لهنا ايش قد 100 ناقص 25 75، تمام. تضربهن وتجمعهن، لان انت هنا عندك ايريا واحدة مو مثل هاي جزئين، هنا ايريا واحدة منا تجي لهنا تي، صايرة على شكل تي. تريد حتى تطلع التوتر، الكيو التوتر مالت، الكيو التوتر حاصل جمع الكيو مال هاي زائد الكيو مال هاي 14 وربع. البي المعرض للقطع هنا ايش قد؟ هات سكشن 3 3 10. زين، طلعها بقانون تاو، تاو في كيو اوفر اي اي، راح تطلع قيمة التاو هالقد 24.796. اجي ات سكشن 4 4، احسب المساحة الفوقها اللي هي هاي وهاي، 100 في 10 في بعد سنتر عن نيوترال اكسس 105. زين، هاي 10 في 100، منين جبت ال 100؟ اعيدها، من 110 ناقص 10 طلع لي هذا، من هنا 100، 10 في 100، 10 في 100 في بعد سنتر عن نيوترال اكسس 100 على 2 50، 50 طلعت انجمعت طلعت لي الكيو توتال. اعوضها واطلع البي المعرض للقطع، البي المعرض للقطع على السكشن 4 4 ايش قد 10، اعوضها بقانون التاو في كيو اوفر اي تي، طلعت هاي قيمه التاو تاو ماكس. اجي ارسم مخطط التوزيع، النص الفوق هو يساوي النص الجوي، يعني ما يحتاج اعيد حساب النص الجوي، بس بالعكس لان المقطع سيمتريك. اجي ارسم بالسطح صفر، انزل لي جوا صار 1.827، هات سكشن 3 3 ايش قد؟ طبعا بسكشن 2 2 عندي اثنين يشتغلون، عندي عندي على هاي المساحة وعندي على المساحة الجوا. على المساحة فوق 1.827، على المساحة الجوا ايش قد؟ 18.27. انزل هات سكشن 3 3 ازداد 24.796، انزل ات نيوترال اكسس 26، ات 26، 26.97، او هو هنا عيد حسابه 26 يعني 0.57، 26.57. نعم، تجي جوا الرسم الفوق تعكس لي جوا، تعكس لي جوا راح يطلع عندك مخطط توزيع اجهادات القص، تمام. بعد حل السؤال بتغيير قيمة البي، وخذها قيمة البي 200، مسح اللينث نفسه 6، الاسبان مال بي 6 متر، بس اللود ما جاي بالنص، جاي على مسافة 2 متر من بداية المسند اي 2 متر، يعني ما جاي بالنص. انتبهوا هنا، يعني راح ترسم الشير دايجرام ما راح يطلع متماثل، راح يطلع عندك هذا اكبر من هذا، اذا تاخذ الكبير وتعوضه بالقوانين وتبي تحل السؤال.